شهر رمضان اللي به صيام وقيام بقراية القرآن نحيي ليالي. شهر رمضان اللي به صيام وقيام بقراية القرآن نحيي ليالي. شهر الحسن رابع أركان الإسلام اللي به المحسن تضاعف حسني. شهر بها الرحمة غفرانا لا ثام وأيضا نجاة من جهنم ثاني. شهر بها الرحمة غفرانا لا ثام وأيضا نجاة من جهنم ثاني. بليلة عن البشر اللي من كان فيها القيام ويطلب الله ويرجي جزل الثواب الله وعد فيه منصار كفيل بالمثوبة يجازي. جزل الثواب الله وعد فيه من صار الله كفيل بالمثوبة يجازي. الواحد اللي بالخفية تعلم كفال رزق الحي والبيت يحيي. هذا وصال الله على سيدنا نام اعداد ما هل المطر بالمناشي. هذا وصال على سيد لنا اعداد ما هل المطر من مناشي اعداد ما هل المطر